بداية، ما الذي هو مطروح الآن على طاولة هذا الحوار الاجتماعي في جولته الثانية من مكتسبات تريد النقابات أن تحققها؟ شكرا سي محمد، احييك واحيي من خلالك الضيف الكريم اللي معك في البلاطو، كنحيي مشاهدي قناه ميديان تي في جميعا. احنا بالنسبه لنا ككونفدراليه ديمقراطيه الشغل، كما يعلم الجميع، وقعنا اتفاق 30 ابريل 2022، اللي كان يعني بمثابه توافق وتعاقد بين الاطراف الثلاثه اللي معنيه بعالم الشغل. وكتجي هذه الجوله الان ديال شتنبر 2022 كتجي تفعيل للاتفاق وللميثاق الاجتماعي اللي وقعناه، واللي كان هذا الميثاق كان من اهم يعني النقاط اللي دفعت الكونفدراليه على انه على الاقل كيبان لها اننا خصنا نوقعوا الاتفاق، لانه قيل ان المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي، وبالتالي تفعيلا لهذا الميثاق كيكون هذه الجوله، وكتكون هذه الجوله اللي بدات واللي كان موعدنا احنا مع السيد رئيس الحكومه يوم الاربعاء الأخير. طبعا الحال أهم القضايا اللي مطروحه كاينه في الاتفاق اللي احنا وقعنا 30 أبريل، فقط تحتاج إلى تفعيل، لأنه كما هو معلوم كانت مجموعة من القضايا اللي كانت الأجراء ديالها ديك زيادة 5% وزيادة أخرى 5% في 2023 إلى غير ذلك، ولكن اللي أساسي كان في الاتفاق وضمناه في الاتفاق واحد المطلب اللي كان مهم، واللي فقط تم ارجاؤه للجوله ديال شتنبر، ويكون فيه النقاش ويكون فيه التفعيل، اللي هي الزياده العامه في الاجور ومراجعه الضريبه على الدخل، وهذه كتعتبر من اهم المطالب اللي كاينه الان، وعندها واحد الراهنيه وعندها واحد استعجاليه قصور. طيب. بالنظر للوضع الاجتماعي اللي هو وضع صعب، بالنظر اللي يعني الان للضرب القدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين وضمنهم الطبقه العامله والاجراء، باعتبار انه الان كاين هذا الغلاء المهول اللي كاين في الاسعار، اللي ما يمكنش نقارنوا غير الوضع ديال دابا بالوضع ديال هذه سنتين او سنه ونص او شحال، يعني معناها ارتفاع ديال الاسعار بواحد الشكل مهول، واللي ما كيوازيش باي شكل من الاشكال، ما كيوازيش يعني الايقاع باش غادي الاجور وباش غادي الدخل ديال المواطنات والمواطنين والطبقه العامله عموما والشعب. وبالتالي هاد 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 التجميد هاد يعني الزياده في الاجور وما كاينش تحسين الدخل، وكيكون مقابله الضغط على القدره الشرائيه ديال المواطنين بهذا الغلاء اللي كاين في المواد الأساسية وأسعار ديال المحروقات وغيرها وغيرها، هذا الضغط طبعا الحال كيفرض الآن وكيولي عند كاين طبع استعجالي لهذا المطلب ديال الزيادة في الأجور، اللي هو أصلا كاين في الاتفاق، واللي يعني ناضلات الكونفدرالية الديمقراطية شغل وبذلت جهد كبير على أنه تضمن في الاتفاق ديال 30 أبريل. شكرا. الليلة ديال توقيع الاتفاق بقينا حتى 12 وحدة وكان، والآن كيكون الوضع يعني كيسمح، نقول الوضع الآن المناخ كيسمح بأنه فعلا الحكومة يعني تقوم بهذا الإجراء وتدو يعني وترفع يعني الأجور ديال المواطنين. أستاذ عبد القادر العامري، سنأتي لها وتكون تخفيض ضريبة، سنأتي لها نقطة الزيادة في الأجر وآفاق أيضا هذا الحوار الاجتماعي.